قالت السادة المشاهدين، شعب مصر الكريم، الشعب اللي بيشتغلوه هو لطيف وطيب جدا. شعب مصر اللي بيشتغلوا اي حاكم، المهم انت خش للناس في دور عاطفي، والشعوب عاطفية جدا. بص الخبر ده على سبيل المثال اشتغاله، يعني دعم الكهرباء صفر في النصف الاول من 19-20، لحظة اوقف. اظهر تقرير نصف سنوي لوزارة المالية المصرية ان دعم الكهرباء بلغ صفر في النصف الاول من السنة المالية 19-20، يعني شهر 7 سنة 19. ما هو السنة المالية بتبدأ في شهر 7، يعني اخر 6 كده والحاجات دي بيخلصوا الموازنة، فتبدأ سنة يعني مثلا 6. من شهر 6-2019 مفيش دعم للكهرباء، مقارنة بيه كانت 7 مليار جنيه و500 مش عارف كام دولار. طب ايه المشكلة؟ ماشي، ايه المشكلة بقى؟ ما عنديش مشكلة خالص. المشكلة ان في شهر مارس 2019 وزير الكهرباء قال احنا اجلنا رفع الدعم نهائيا عن الـ الكهرباء لحد 21. يعني الخبر ده بيقول ان التقرير السنوي لوزارة المالية اثبتت ان الدعم كان مرفوع تماما من على الكهرباء من السنة المالية 19. خلاص؟ طيب نرجع بقى لمارس 2019، يعني قبل 3 شهور من تقفيل من بداية السنة المالية، وزير الكهرباء اهو طلع قال هنأجل اهو تأجيل رفع الدعم نهائيا الى 2020. بيشتغلوكم، بيشتغلوكم بجد. بيقول لك اسعار الطاقه في مصر اقل من ده، وبلغ سعر بيع الكهرباء مش عارف ايه. ده كان بقى الكلام ده كان في مارس 2019. الاخ ده كان يعلم ان بعد 3 شهور الدعم هيترفع نهائيا عن الكهرباء. طيب تعال نشوف برضو خبر تاني كان في 2019، بيقول بنسبه 75% الحكومه تخفض مخصصات دعم الكهرباء بالموازنه الجديده. الكلام ده كان امتى بقى؟ في ابريل 2019. يعني في مارس 2019 وزير الكهرباء طلع قال مش هنرفع الدعم نهائيا، هنأجل ل 2021. في شهر ابريل 2019 قال لك هنرفع الدعم بنسبه 75%. النهارده تكتشف انهم اصلا كانوا رافعين الدعم في شهر 7-2019. يبقى انت بيشتغلوك رسمي. الدعم كان صفر، ده تبقى لوزارة المالية، صفر دعم الكهرباء كان صفر في شهر 7-2019. ودي أول مرة، ما قبل كده وزير التموين ماشي. إناس أنا مستنيكي في الفقرة اللي بعد الجاية، لأن بجد لو الخبر اللي أنا مستنيكي بيه إناس حقيقي والله وحيات ربنا يا إناس لا فضحك هنا، لو الخبر اللي احنا هنجي نعرضه بعد شوية حقيقي يا إناس عبد الدايم هنفضحك. المهم نرجع تاني بقى بيضحكوا عليكم فين. وزير المالية، مصر تاني أكبر دولة قادرة على تحمل الصدمات الاقتصادية. طيب ورينا بقى اتحملت ازاي. خش كده هات اللي بعده. ارتفاع معدل التضخم في مصر للشهر الثالث على التوالي. لا تحملت قوي على ديون مصر الخارجية تتجاوز 109 مليارات دولار. لا اتحملت خالص. والداخلية 270 مليار. لا اتحملت جدا جدا جدا. لو مش بس كده، ده الاخطر انهم بيبيعوا ثروه مصر فيما يسمى بصندوق السيادي. وزاره التخطيط حاولت وزاره الاثار انها تستثني الاثار من ضم الاثار الى الصندوق السيادي، فوزاره التخطيط طلعت لا، قالت نرفض استثناء الاماكن الاثريه من قانون الصندوق السيادي. الصندوق السيادي ده اتنقلت اليه كل املاك مصر كلها، كل املاك مصر، نقل ملكيه 32% من املاك مصر اصول غير مستغله الى الصندوق السيادي. بص بقى الصندوق السيادي ايه هو عشان تبقى عارف، بس تعرف على ابرز ما قانون مصر. الصندوق السيادي، الصندوق يخضع لتصرف السيسي مباشره. الصندوق يعطي للسيسي سلطه نقل ملكيه اصول الدوله للجهات التي يحددها، بيع، شراء، تأجير، استئجار الأصول الثابتة والمنقولة للدولة، تأسيس الشركات والعمل في سوق الأوراق المالية، المشاركة في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في الدولة،
الاقتراض دون الحصول على إذن مسبق من جهات رقابية. لا، وخد التانية الكبيرة بقى، ده لا يجوز الطعن على أي حاجة فيه. لا يجوز ان انت كمصري، سواء نقابة المحامين، نقابة الزراعيين، مصري عادي، مصري مش عارف ايه، لا يجوز لو السيسي باع اصول الدولة اللي موجودة في الصندوق السياسي، انت مش من حقك انك تطعن عليه. ما يطعنش عليه غير اتنين، اللي اشترى واللي باع، بس انت مالكش دعوة. وبالتالي هيضموا الاماكن الاثرية كمان للصندوق السيادي. كانت هيئة البريد بتقول ايه بقى؟ تحصر 80% من اصولها غير مستغلة لإعادة استثمارها عشان تضمها للصندوق السيادي. 80% من هيئة البريد، 80% من هيئة البريد أو نقل ملكية 32 من الأصول غير مستغلة لمصر إلى الصندوق السيادي اللي هو بتاع السيسي يعني. والبريد بتقول لك تمام خلاص، يعني حصرنا 80%. قانون يمنع الطعون القضائية، ما دليل التحصين صندوق مصر السيادي ضد المساءلة؟ لا يجوز انك تسأل، لا يجوز. بقول لك بيضحكوا عليك، بيبيعوا الحاضر والماضي والمستقبل. نخش في اشتغلت التعليم بقى. دعاوى قضائية أو دعوى قضائية ضد وزير التربية والتعليم بشأن مسابقة 120,000 معلم. آدي دعوى قضائية ضد وزير التعليم عشان عمل مسابقة لتعيين 120,000 معلم. والدعوى الراجل ده نصاب رسمي. قام عمر عبد السلام المحامي أنه تم تكليفه للدفاع عن عدد من المعلمين المتقدمين لمسابقة 120,000 معلم. وأكد عبد السلام خلال صفحته على مواقع التواصل أنه تم تكليفه بالدفاع عن عدد من قبل عدد كبير من المعلمين الذين تقدموا المسابقة اللي أعلنت عنها وزارة التعليم عبر الموقع الإلكتروني لسد عجز 120,000، ونفذوا مصوغات تعاقد من الأوراق والمستندات والشهادات اللي أجبرتهم الوزارة استخراجها من جهات محدودة بعينها والتي كلفتهم آلاف الجنيهات. وفي نهاية الأمر تنصرت الوزارة من التعاقد معهم، ثم قامت بالإعلان عن فتح باب التطوع بدون أجر. نصبايا. وآدي دعوة قضائية تانية لإلغاء نتيجة الصف الثاني الثانوي بالنظام الجديد. دعوة قضائية أو دعاوى قضائية لإلغاء نتيجة الصف الثاني الثانوي بنظام التابلت. اختراع الأخ ده نصاب، شكله دجال دجال. تقدم عدد من أولياء الأمور الطلاب الصف الثاني الثانوي اليوم الأحد بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة الستة تعليم شق عاجل ضد وزير التربية والتعليم الفني ورئيس قطاع التعليم العام ورئيس المركز القومي كذا، لإلغاء إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الثاني الثانوي اللي أصدرته الوزارة عن طريق التقييم بتدرج الألوان. وطالبت الدعاوى بإلزام الوزارة بالإعلان عن نتائج امتحانات الطلاب بالدرجات الفعلية التي حصلوا عليها في الامتحانات طبقا للنهائيات الصغرى والكبرى المقررة لكل مادة امتحانية ومجموع الدرجات التي حصلوا عليها، وذلك تنفيذا لقرار رقم 191 لسنة 19. تعال نشوف واحدة من ضحايا وزير التربية والتعليم وبتشتكي من النتيجة، نسمع كده. وزير التربية والتعليم، تمام؟ أنا ما يبقاش أنا بنتي تانية ثانوي، أنا ما يبقاش بنتي جايبة مجاميع كويسة جدا في إعدادي، تدخل أولى ثانوي تتبهدل، وتدخل تانية ثانوي تتبهدل بالمنظر دوت، تلات نتائج في تلات أيام، حرقة دم وحرقة أعصاب، وحسبي الله ونعم الوكيل فيه. وعايزة أقول لك على حاجة، إحنا رفعنا عليه قضايا، وعملنا عليه بلاغات للنائب العام، ومفيش جهة ما روحناهاش، واحترمنا القانون، وقلنا بلاش وقفات عشان خاطر محدش يتدخل في وسينا ويخرب البلد، وأنتوا كاتمين على نفسنا إن إحنا ما نعملش أي حاجة. رئاسة الجمهورية بعتنا لها، رئاسة الوزراء رحنا قدمنا فيها، النائب العام قدمنا فيه، محكمة رحنا رفعنا قضايا. حقيقة انه وزير التعليم ده معرفش هو يرد عليا. انا ما عندي معلومة بتقول انه جوز بنته هو المسؤول عن المنح في الوزارة. في رواية الأديب الكبير نجيب محفوظ القاهرة الجديدة، لما بيدخل محجوب عبد الدايم على الأستاذ سالم الإخشيدي سكرتير قاسم بيك فهمي، فبعد ما بيمدش الناس المهمين اللي جايين يتوددوا لسالم الإخشيدي عشان يخلصوا إجراءات ورق،
فسالم الاخشيدي بيقول لمحجوب عبد الدايم: تصور نص الناس اللي جايه تاخد اعفاء من المصاريف في المدارس نصهم او اكتر من نصهم اغنياء. فسالوا محجوب عبد الدايم وليه كده، فقال له: لانهم بيقولوا لنا او جايين يقولوا لقاسم بيك فهمي وكيل الوزاره، جايين يقولوا له اصل ما ربحناش السنه دي، اصل ما كسبناش السنه دي. فاستغربت جدا ان سنه 46 الكاتب الكبير نجيب محفوظ بيطلعنا على مدى الفساد المنتشر في مصر سنه 46. لكن الحقيقه قلت لي من 46 دي السنه دي كام سنه؟ 74 سنه، والفساد استشرى اكتر. لانه في روايه القاهره الجديده قاسم بيك فهمي لما شاف احسان شحاته تركي بنوته حلوه بس اهلها واعين وعجبته جدا، فعمل معاه علاقه واحتاج طرطور يتجوزها. هذا الطرطور ما لقوش غير محجوب عبد الدايم. فمحجوب عبد الدايم اللي كان بيدور على وظيفه كان في وظيفتين فقط لا غير، ولما سال سالم الخشيدي قال له: خرس والله. لكن لما احتاج قاسم بيك فهمي طرطور عينه محجوب عبد الدايم بعد ما جوزوه احسان شحاته تركي، عينوه في الدرجه السادسه، موظف في الدرجه السادسه، واصبح له مكتب لانه جوز الهانم مرات الراجل قاسم بيك فهمي. فالحقيقه بقى الفساد اللي كان من 74 سنه ده اللي كتب عنه نجيب محفوظ في روايته هو، لان لو صحيح طارق شوقي، لو صحيح ان محمد عمر هو نائب اول لوزير التعليم وانه مسؤول عن المنح، وان محمد عمر ده يبقى جوز بنتك، تبقى كارثه سودة. كارثه سودة. مين هو محمد عمر يا اخ طارق شوقي؟ وهل المعلومه صح ولا لا ان محمد عمر ده يبقى جوز بنتك وهو النائب بتاعك ومسؤول عن المنح؟ يا عم بيشتغلوكم من سنة 46، قلت لي كام سنة؟ 74 سنة. نائب وزير التعليم للشؤون المعلمين يناقش خطة المنح، هو ده محمد عمر؟ سلام عليك يا مصطفى، سلام يا جمالك، سيدي يا سيدي، ده محمد عمر جوز بنتك يعني؟ صحيح الواد ده بقى جوز بنتك ودكتور اهو. صحيح الشخص ده جوز بنتك نائب وزير التعليم؟ والله لو مش صحيح انه جوز بنتك اطلع قول لي مش صحيح وانا كذاب. لو جوز بنتك قول لنا اتعين ليه بس، ولا ما تعملوش زي محجوب عبد الدايم كده اهو، وتروحوا تعينوا الراجل درجه سته وبعدين يقول لها شد حيلك يا احسان عايز اخد الرابعه، شد حيلك يا بطله، فجابت له الرابعه فعلا، بقى مدير مكتب قاسم بيك فهمي. مين ده؟ محمد عمر يبقى مين؟ ما تشتغلوش الناس. ده يبقى جوز بنتك؟ رد عليا بكره يا محمد، او واحد يطلع محامي محترم كده يطلع يرفع قضيه يقول: كيف تم تعيين الدكتور محمد عمر نائب وزير التربيه والتعليم وبيتكلم في المنح؟ والله بيشتغلوكم بجد. يقول لك: لا والله ما حكم عسكر. اسمع كده.